أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن الزهراء فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين وأشهد أن الإمام الحسن إمامي وأشهد أن الإمام الحسين إمامي وأشهد أن الأئمة المعصومين من ذرية الحسين أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين موحدين بعد أن تركنا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وتوجهنا لعبادة الواحد الأحد. اللهم اجعلنا من الثابتين على الإسلام ومن الموحدين. اللهم وسع علينا من فضلك وأمطر علينا من بركاتك. اللهم اجعلهم في خير دائم. اللهم احفظهم ومن يلوذ بهم لحق الزهراء وأبيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا.